معي عبر الهاتف الدكتور محب شلبي، استشاري المناعة وزميل الكلية الملكية بلندن. دكتور محب، مع تواصل انتشار فيروس كورونا سواء من خلال المتحور دلتا أو المتحور الأكثر انتشارا أوميكرون، يقود تحالف كوفاكس العالمي أكبر عملية إمداد للقاحات في التاريخ. طبعا ذلك يأتي وفقا لمنظمة الصحة العالمية. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تسهم عمليات التلقيح الحالية في محاصرة الجائحة؟ الحقيقة المفروض ان احنا كلنا كنا خدنا دلوقتي اول وتاني جرعة. البوستر دوزس هي اللي بتفرق في الموضوع دوت، لان البوستر دوزس بتزود المناعة لحوالي 70%، بينما جرعتين بس بتبقى المناعة بتتراوح ما بين صفر، يعني ما فيش مناعة خالص للفيروس، ل 19%. فالبوستر دوز مهم جدا، اللي هي جرعة المعززة. أنا سامع إن مصر جالها حوالي 3 مليون جرعة فايزر، أو قريت خبر بمعناه كده يعني، وده مهم جدا. المفروض إن هم يتاخدوا كبوستر دوزز الحاجات ديت. أنا طبعا لوزارة الصحة تبقى تحدد طبعا الحاجات دي تستعمل إزاي. الأوميكرون بينتشر بسرعة جدا جدا، معظم الحالات أعراضها قليلة أو يعني بسيطة وبتعدي زي دور برد، لكن في طبعا لسه حالات بتخش المستشفى، وفي حالات بتموت، وفي حالات بتنتهي في العنايه المركزه بعاهات او يعني بمشاكل بعد كده، هو مشاكل تنفسيه وحاجات تانية طبعا احنا كلنا عارفينها. لكن الجرعات المعززه دي اهم حاجه جدا في موضوع الاوميكرون ده بالذات. نعم. الكلام دلوقتي بيتكلموا انه الاوميكرون هيبقى اضعف من اللي قبله، ومعظم يعني السيناريوهات المحتمله في المستقبل انه هيتم السيطره على الكوفيد في الايام في خلال السنه ديت، حتى لو طلع متحورات جديده غالبا هتبقى بسيطه وهتبقى زي برد او يعني دور برد شويه. طيب، معنى ذلك دكتور محب انه يعني غير متوقع انتاج لقاح قريبا يكون قادرا على إنهاء الجائحة، بما أن المتحورات فيما بعد أوميكرون متوقع أن تكون ضعيفة مثله أو أضعف؟ الفايزر أعلنوا أن هم في خلال 3 شهور هيطلعوا لقاح، الكلام ده كان في أول يناير، فإحنا بنتوقع أن هو يكون في حاجة للأوميكرون كمان شهرين يمكن أو شهرين ونص من دلوقتي. لكن كمان الاتجاه كمان مش بس للقاحات، ولو أن اللقاحات هي الخط الأول للدفاع وأهم حاجة، في أدوية دلوقتي طلعت علشان الناس اللي هي بيجيلها الكوفيد ويكون عندهم مشاكل، دي أدوية بتتاخد بالبق، في واحد بتاع شركة ميرك وفي واحد بتاع شركة فايزر. وسمعت برضو أن شركة أسترازينيكا اتعاقدت مع مصر علشان ياخدوا اللي هو في دواء طالع اجسام مضاده ده بالحق، وده زي اللي ترامب خده لما جاله الكوفيد وقام منه بسرعه جدا. يعني هذه الادويه ستكون بديله عن اللقاحات في رايك؟ لا مش بديله، لكن لانها غاليه جدا، اسعارها غاليه جدا، لكن اللقاحات هي اللي هتكون متوفره اكتر وهي الانسب، لانها بتدي اكبر مده وقايه. لان اللقاح بيدي وقايه 6 شهور سنه، مش عارفين لسه اللي هيحصل ايه في المستقبل، لكن الادويه دي بتعالج اللي حد عنده الدور دلوقتي. نعم. مش هيبقى كفايه ان كله ياخد منها لانها غاليه جدا، يعني انا عارف ان الدواء بتاع ميرك حوالي 700 دولار وشويه الجرعه الواحده، فمش هيبقى متاح لكل واحد. أشكرك جزيلا الدكتور محب شلبي، زميل الكلية الملكية بلندن واستشاري المناعة.